فعلا ده وزي ما حقيقي. حضرتك قلت ان المرأة المصرية بتلقى يعني دايما الاحترام يعني المجتمع بيحترمها. والنهارده المشروع الحقيقة النهارده تم إقراره بتحريم ظاهرة التحرش، ده كان مهم جدا لأنه كان مواكب للظروف المستجدة، كان في رصد ظروف أفرزها المجتمع، إن في اعتداءات لبعض يعني بعض الظواهر السيئة اللي احنا بنشوفها في المجتمع. تمام دكتورة جميلة، والحقيقة اتفضلي. يعني في برضه في الآونة الأخيرة كان في بعض الصور المستحدثة اللي كان في واجب إن احنا نتدخل بأنها تبقى يتم تقسيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص أو عنف أو كده. تمام. فده الحقيقة احنا بنذكر الدولة لأنها دايما في كل الظروف الدولة المصرية دايما بتثمن دور المرأة وبتحترمها طبعا وبتقدرها، وده اللي احنا بيسعدنا جدا. تمام. دكتورة جميلة خليني يعني اخد خطوة خطوة كده مع حضرتك ونتكلم عن المواد اللي هيتم تعديلها في قانون التحرش تحديدا عشان الناس تبقى فاهمة وعارفة وما تخافش وتبلغ وتتعامل بكل قوة عشان تنتهي هذه الظاهرة. هو المشروع القانون يعني بينص على ان في المادة الاولى على ان نستبدل بنصوص المواد ارقام 306 مكرر الف وب و309 مكرر ب فقرة ثالثة، يعني ده الحقيقة اللي هي بتعاقب بالحبس على مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن 200,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يتعرض للغير في مكان عام. وده كل ده الحقيقة طبعا بكل تأكيد مهم جدا. طبعا فطبعا الحقيقة برضو إذا كان الجريمة دي تمت في مكان العمل أو في أحد وسائل النقل، فالحقيقة وإذا كان الجاني بيحمل سلاح إذا تكرر الفعل ده برضو بيبقى ليه عقوبة ظروف أكبر مشددة، ظروف مشددة تنطبق تحت بند ظروف طبعا. مشددة. وبرضو الحقيقة كمان مهمة لو كمان الأصول المجني، إن هو المجني عليه الجاني من أصول المجني عليه ليه أو المتولي تربيته، يعني لو واحد مسؤول عن تربية حد أو ملاحظته أو اللي ليه سلطة عليه، وده مهم قوي طبعا. ده ده كمان ظرف الحقيقة مشدد. بيضاعف العقوبة. ده بيعتبر ظرف مشدد يا دكتور. بالظبط. تمام فده الحقيقة احنا زي ما احنا بنقول ده بيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، تمام. وزي ما احنا بنقول ان هو حضرتك يعني زي ما احنا بنقولنا ان المرأة المصرية يعني زي ما احنا بنقول دلوقتي عايشة عصر ذهبي مهم قوي حقيقي. بيحترمها وبيقدرها، ومش في الجوانب النفسية والجوانب كل الجوانب اللي بتهتم بشؤون المرأة الصحية كمان. واحنا شاهدنا الفترة الأخيرة كان في مبادرات رئاسية كتيرة جدا عشان صحة المرأة، فالنهاردة الحقيقة بيتوج هذا الأمر بالقانون ده.